مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا. أزمة في غاز الطهي بطبرق. رفض أهالي الجنوب لتوطين المهاجرين. رحلات شباب درنا في العيد. تشهد طبرق منذ ما يقارب العشرة أيام أزمة في توافر غاز الطهي في مستودعات التوزيع العامة ومحطات البيع بالمدينة. وبحسب مراسلنا في طبرق فإن الأزمة ناتجة عن توقف العمل في عدد من المستودعات دون أي أسباب أخرى، مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي في المستودع الرئيسي للغاز المسال بشركة البريغا لتسويق النفط في المدينة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة من طبرق مراسلنا محمد شحات. محمد، ضعنا في آخر المستجدات حول هذه الأزمة وما هي الخطوات المتبعة لحلها. نعم نسرين، آخر وأبرز مستجدات هذه الأزمة لعل هي خطوة شركة البريغا لتسويق النفط التي خصصت الساحة المقابلة لمستودع توزيع الغاز المسال في طبرق بغية توزيع اسطوانات الغاز بشكل مباشر على المواطنين وبتسعيرة خاصة من الشركة لضمان إيصال اسطوانات الغاز للمواطنين بشكل مباشر تماما، كما أفادت مصادر مطلعة من داخل الشركة، حيث أصدر مدير منطقة طبرق بشركة البريغا المهندس عبد الرحمن المبري تعليماته القاضية بعمل آلية معينة تضمن وصول الاسطوانات للمواطنين بشكل مباشر وبتسعيرة موحدة لا تتجاوز الديناران دون أي تلاعب من الباعة سواء كان محطات التوزيع أو السوق الموازي. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار نسرين بأن كمية الاسطوانات المستخرجة من المستودع الرئيسي بشركة البريغا بشكل يومي تتجاوز حاجز 7000 اسطوانة، وهي كمية من المفترض أن تغطي من مساعد في الشرق إلى الجغبوب في الجنوب وصولا إلى الجيجب وما بعدها في الغرب، وهي منطقة شاسعة جدا لربما هي تقدر بمنتصف المنطقة الشرقية للبلاد. طيب محمد، هذه الأزمة مختفية من سنوات، فما الأسباب اللي أعادتها تاني للواجهة؟ هذه المرة نسرين الأسباب واضحة ومحددة، لعل أبرزها عدم متابعة سيارات نقل اسطوانات الغاز خارج الشركة وفي خطوط سيرها سواء في طبرق أو في المناطق والبلديات المجاورة من قبل الجهات المعنية بالمتابعة. هنا نتحدث عن حرس بلدي وغيرها من الجهات الضبطية. ناهيك نسرين عن عدم التزام السائقين في بعض شركات التوزيع الخاصة بمواعيد التسليم والاستلام لمحطات التوزيع، وهو ما يؤثر على وصول هذه الاسطوانات بشكل حقيقي للمواطنين في المواعيد المحددة. لك مثلا نسرين أن تتخيلي أن هناك بعض السائقين يتركون سياراتهم وهي محملة بالاسطوانات المعبأة في باحة المستودع الرئيسي هنا في طبرق ويذهبون لقضاء بعض الأعمال الأخرى كما أفادت مصادرنا دون الالتزام بموعد التسليم والاستلام مع محطات التوزيع سواء في طبرق أو غيرها من المدن والمناطق الأخرى. لربما نسرين هذه الأسباب هي الأبرز في هذه الأزمة التي تعيشها منطقة شاسعة كما ذكرت لك تضم داخلها أكثر من 10 بلديات وهي ما تمثل نصف مساحة المنطقة الشرقية للبلاد. نعم الشركة طبقت خطة معينة الآن في طبرق، ولكن نسرين ثمت مناطق ومدن لم يصلها الغاز بعد حتى هذه اللحظة لأكثر من 10 أيام بسبب كل ما يجري من السائقين. طيب أخيرا محمد، هل من المتوقع أن تستمر هالأزمة الهادي لمدة أطول؟ نسرين، في حال استمرار حالة عدم الالتزام من الشركات الموزعة والسائقين التابعين لها كذلك ما لم تتخذ الجهات الرقابية والضبطية المعنية بمتابعة هذا الموضوع دورها الأساسي في المتابعة، فإن هذه الأزمة نسرين قد لا يطول أمدها فقط، بل هناك مخاوف في أن تزداد وتيرتها إلى مستويات أخطر لربما حتى انعدام الغاز على بعض المدن والمناطق التي ليس فيها مستودعات رئيسية. مراسلنا في طبرق محمد شحات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وحنتابع معك كل ما هو يستجد في هذه المواضيع. مشاهدينا فاصل ونعود للمتابعة.
أكد المجلس الأعلى لقبيلة أولاد سليمان في بيان لهم على رفضهم التام لسعي بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين بالجنوب الليبي، الأمر الذي يشكل خطراً على الأمن القومي والأمن السلمي بالمنطقة كافة. بيان المجلس الأعلى لقبيلة أولاد سليمان بشأن المنظمات الأجنبية المشبوهة، حفاظا والتزاما منا لما قدموه الآباء والأجداد المناضلين في سبيل تحرير ليبيا ووحدتها، وحفاظا على دمائهم الزكية التي روت تراب الوطن في ملاحم جهادية وبطولية قدموا فيها الغالي والنفيس ضد الاستعمار الإيطالي. نذكر منها معركة واو الشهيرة، ومعركة القرضابية، ومعركة كل الليبيين الشرفاء، ومعركة مرزق، ومعركة عافية، ومعركة محروقة، ومعركة تاجريفت. هذه المعارك وغيرها من المعارك الجهادية التي شارك فيها جميع الليبيين، لقنوا فيها العدو الفاشستي درسا لن ينسوه في وقت قلت فيه الإمكانيات والعدة والعتاد. إلا أن عزيمة المجاهدين وعقيدتهم وإيمانهم بالله منحتهم القوة وانتصروا بفضل الله العزيز الحكيم، وأصبحت ليبيا حرة أبية. ورغم كل هذه التضحيات والبطولات في جميع أنحاء ليبيا ضد المستعمر، تفاجأنا ببعض المسؤولين في الدولة الليبية وبعض الأشخاص الذين لا يمثلون إلا أنفسهم ولمصالحهم الشخصية، قد ذهبوا إلى إيطاليا تحت رعاية منظمة أجنبية مشبوهة، منظمة أراباتشي الإيطالية في مدينة باري الإيطالية، وذلك للتوقيع على مشاريع مشبوهة هدفها تمزيق النسيج الاجتماعي وتوطين الهجرة غير الشرعية في الجنوب الليبي، مما يسبب في تغيير ديموغرافي ممنهج الهدف منه تقسيم الوطن. وللعلم في عام 2015 تم دعوة وفد من المجلس الأعلى لقبيلة أولاد سليمان إلى إيطاليا بعلم ورئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ذلك الوقت وعلم الحكومة الليبية، حيث تم طرح هذا المشروع خلال الاجتماع، إلا أنه تم رفضه من قبل وفد أولاد سليمان، وبناء عليه نعلن الآتي: 1- ليبيا دولة ذات سيادة ولديها إمكانياتها الاقتصادية والخبرات العلمية، وليست بحاجة إلى أي مساعدات ومشاريع وخاصة من المنظمات الخارجية. 2- المجلس الأعلى لقبيلة أولاد سليمان يرفض رفضا قاطعا أي مشاريع مشبوهة صادرة عن المنظمات الأجنبية، ويرفض دخول هذه المنظمات التي تدار من دول خارجية هدفها المساس بوحدة ليبيا. 3- المجلس الأعلى لقبيلة أولاد سليمان يطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لرفض وإيقاف هذه الاتفاقيات والخروج في بيان رسمي، ومطالبة الحكومة الإيطالية بتحديد موقفها وإيقاف هذه التصرفات المشبوهة. 4- نطالب القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية بعدم السماح لدخول أي منظمة أجنبية لمزاولة أي نشاط مشبوه في الجنوب الليبي. 5- ندعو جميع القبائل والمكونات في الجنوب الليبي للوقوف صفا واحدا ضد من تسول له نفسه المساس بالنسيج الاجتماعي ووحدة ليبيا. القبائل والمكونات في الجنوب الليبي وليبيا عامة. 6- ندعو جميع الوعاظ والخطباء والأئمة في المساجد لتوعية المواطنين وتحذيرهم من خطورة هذه المنظمات الأجنبية. 7- نحذر جميع المنظمات الأجنبية المشبوهة، ونخص بالذكر منظمة أراباتشي الإيطالية، بعدم الدخول إلى الجنوب الليبي وكل ليبيا. وفي هذا البيان نثني على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لقبائل فزان الذي بادر برفض هذا المخطط الاستعماري المشبوه، فتحية تقدير واحترام لهذا المجلس. وفي الختام نسأل الله العلي العظيم أن يوحد الليبيين ويلم شملهم على كلمة سواء، وأن يحفظ ليبيا ووحدتها وسيادتها.
وحول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من سبها رمضان كرمفودة. مرحبتين بك رمضان. وقبل الخوض في موضوع التوطين، كيف جاءت فكرة السعي فيه من قبل منظمات دولية؟ ضعنا في صورة وضع منطقة الجنوب أمام توافد هذا الأعداد الهائلة من المهاجرين. بداية مساء الخير نسرين، تحية ليك ولكل مشاهدين دبليو تي في، وكذلك كل العام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. الجنوب الليبي يعتبر هو بحكم موقعه الجغرافي يحد عدة دول إفريقية، وهذه الدول تعتبر هي مصدر لعبور أو دخول عدد من المهاجرين الغير الشرعيين من عدة مناطق، سواء كانت من النيجر أو من عبر تشاد وعبر النيجر. فأصبح الجنوب الليبي الآن وجود هذه، وهو وليس جديد أو في هذه السنوات، يعني هو منذ سنوات حوالي 20 سنة أو 30 سنة متواجدة الهجرة الشرعية في الجنوب الليبي بحكم الحدود الجغرافية، وكذلك يجدون بعض منهم لقمة العيش في الجنوب، يأتون للعمل والعودة إلى أوطانهم، مع يعني بخصوص، ولكن زادت الذروة ذلك بعد 2011، ولا يوجد أي قانون ينظم مثلا عملية المهاجرين أو العمالة الوافدة إلى ليبيا يعني عامة أو الجنوب خاصة، خصوصا من الدول الإفريقية. طيب، ما هي أنواع المهاجرين وكيف يتم التعامل معهم من قبل السلطات الليبية هناك؟ طبعا المهاجرين، وهذا سؤال جيد جدا، المهاجرين هم نوعان. هناك عدد من المهاجرين الذين يأتون إلى ليبيا ويقومون بالإقامة في ليبيا بالعمل، يعني دون حتى إجراءات رسمية، ويعملون لتوفير النقود من أجل العبور إلى أوروبا، من أجل يعني إيجاد إيجار للمركب الذي سوف يقوم بتهريبهم إلى أوروبا. هذا نوع من المهاجرين. بعض المهاجرين هم عبارة عن مرور فقط، يعني يأتون مثلا من الدول الإفريقية على الحدود الليبية عبر فنزان إلى أن يصلوا سواحل البحر المتوسط شمالا في عدد من المناطق الليبية ويغادرونها إلى أوروبا. النوع الثالث اللي هم المهاجرين الشرعيين الذين يأتون إلى فنزان وبعض حتى من المناطق الليبية، يأتون من أجل العمل ويقومون فيها عدة سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، وأغلبهم هؤلاء من مهاجرين من دولة النيجر، ثم يعودون إلى بلدانهم، يعني يأتون الجنوب من أجل العمل فقط والعودة إلى بلدانهم. هذه هم يعني أنواع المهاجرين الغير الشرعيين. طيب، كيف يتعامل أهل الجنوب مع هذه الظاهرة؟ وكيف يشوفوا أهل الجنوب هذه الحشود اللي تتوافد على المنطقة عندهم؟ نعم، طبعا أهل الجنوب، هناك يعني جزء من أهل الجنوب محتاجين لهذه العدد من المهاجرين في استخدامهم في العمالقة في المزارع، في عدد من الورش، في عملية النظافة. يعني لما أعطيك مثال، أن الشركة العامة للنظافة في مدينة سبها يقومون بالنظافة في المكبات وتنظيف الشوارع ونقل القوامة، كلهم من المهاجرين من دول هذه، من النيجر ومن غيرها. يعني حتى يعني وقاموا وقمنا احنا بتغطية، حتى قاموا بعدد من هذا المرات بالاضرار على العمل بسبب عدم اعطائهم مستحقاتهم او مرتبة الشهريه. فاهل الجنوب ينظرون اليهم نظرتان، هناك من هم الذين ياتون للعمل في المزارع، في الورش، في الشركات، حتى في البيوت اصبح يعملون، ينظرون اليهم كنظره مثلا هؤلاء هم نحن بحاجه اليهم. ولكن هناك فئه اخرى ينظرون اليها، يعني هناك بعض من يتم استغلال بعض المهاجرين من قبل عصابات اجراميه في ترويج المخدرات، في السرقه، في عدد من الامور الغير شرعيه. فهذا يعني يسبب امتعاض او يسبب مثلا قلق لسكان اهل الجنوب. نعم. طيب، هل تم في السابق من ناحية أخرى عمليات ترحيل طوعي، وهل فيه سعي من الجهات المسؤولة لعملية تنظيم وتسجيل المهاجرين وحصرهم؟ نعم، بالنسبة لعملية الترحيل تقوم بها يعني بصراحة تقوم بها منذ سنوات، اللي هي المنظمة الدولية للهجرة التابعة للولايات المتحدة. يعني هي من خلال هذه المنظمة تعمل من أجل يعني استدينات المهاجرين من يريد منهم الهجرة العودة الطوعية إلى بلدانهم،
وهناك بعض المشاريع التي يقومون بها في بلدانهم من قبل المنظمه. العديد يعني قبل شهر رمضان تم ترحيل يعني طائرتان من 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 مطار سبها الى دوله النيجر لعدد من المهاجرين غير الشرعيين، ولكن من يقوم بعمليه الترحيل هم المنظمه الدوليه بمساعده اداره الهجره والجنسيه مثلا في مدينه سبها. هذا فيها تنسيق ما بين يعني المنظمه وعمليه اداره الهجره غير اداره الجوازات والهجره والجنسيه. نعم. طيب هل انخرط هؤلاء المهاجرين في سوق العمل المحلي بالجنوب؟ هم نعم منخرطون في السوق المحلي، هم الان حتى الاهميه ان قليل كثير من هؤلاء المهاجرين تحصل حتى على مهن يعني تدريبات، يعني اول ما ياتي الى الجنوب ياتون فرصه للعمل مع مثلا من جنسيات اخرى، مع السوريين مع المصريين مع غيرهم، مع الاتراك في عده من المهن مثل الكهرباء مثل الياسه البناء عميق، هم اخذوا خبره واصبحوا يعني هم الان يعملون في هذا، ولكن هم الان في السوق المحلي بدون تنظيم. يعني قبل كان اربع سنوات بلديه سبها حاولت انها تقوم بتنظيمهم بعمليه بطاقات وفحوصات طبيه، ولكن المشروع هذا لعند الان لم يستمر يعني. طيب عند حديثك مع اهلنا في الجنوب، شنو اللي يشوف فيه الخطر اللي شكله المهاجرين بالنسبه لهم؟ طبعا المهاجرين شكلوا اول من نشوه بالذات المهاجرين اللي هم يعني كما اشرت الذكر حول توجير ترويج المخدرات مثلا الدعاره، يعني عدد من 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 الظواهر السلبيه يعني والتجاره المجتمعات وغيرها لهم يعني كبير، ولكن هم ينظرون بعض من المهاجرين بعض المهاجرين وخصوصا من دوله النيجر ان هؤلاء هم من اجل يعني لقمه عيش يعني يجي في ليبيا يخرج سنتين يرجع لمنطقته او لدوله. نعم، مراسلنا من سبها رمضان كرمفودة كنت معنا، شكرا لك. وفي كل عام ومع إطلالة عيد الفطر المبارك يتجه شباب درنا للتنزه في رحلات سياحية بمناطق تتميز بطبيعتها الجميلة الساحرة التي تجتمع فيها الجبال مع الغابات والبحر، كمنطقة رأس الهلال والأثرون وغيرها التي يأتيها الزوار من شتى المدن الليبية. زرتوا في العيد ترى خاصة الأجواء جميلة هذه؟ والله يا أستاذ إبراهيم، طبعا عندنا المنطقة الشرقية، طبعا في عندنا اللي هي منطقة رأس الهلال، هذه أول مكان هذه ضروري توجهوا له بعد العيد طول يعني. يعني بعد العيد نحن نمشوا لرأس الهلال، طبعا نخيموا فيها عادة يوم يومين، بعدها نتاكوا على الأثرون، بعدها طبعا آخر مكان نجوا طبعا هنية في نادي الغوص اللي هو طبعا يكون منها زردة ومنها تحويتة. اوكي. وعندنا بعد ان نتجه اخرى شر منطقه راستين. راستين زين، سمعت. بس حتى قبل راستين يعني تمشي تتك على الخطه. كانت جميله. طبعا في راستين، خليج البومبا، في يعني اماكن يعني الهمسه. ضحايا منطقه شرقيه هنا اغلبهم راس الهلال والاثرون. راس الهلال والاثرون. طبعا هذا اغلب شيء يعني غابات، ويعني فوق غابه ولوط بحر، هذه ميزه يعني. هذا اللي يميزها. طبعا احنا فاش نديروا عاده ننصبوا في خيمه فوق تنزل على البحر، طبعا فيها راس الهلال فيها عين ميه من لورا ورا الشيل هو شيل البنزينة. طبعا كلها زراده، وزراده يجوا من بنغازي من البيضه من المناطق المجاوره من درنا من الغرب اكيد. طبعا الشيء اللي معروفه في 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 الزرادي وفي الصيف خاصة، يعني أهل الغرب يعني يجوا كلهم في درنا، ولكن ما شاء الله يعني أجواء جميلة يعني، وهذه درنا يعني طيب. طيب إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الزرادي وين حدث في المنطقة هانية وليش هذا مناطق جميلة؟ شنو يميز عندنا الأثرون ورأس الهلال؟ يميز والله طبعا طبيعة جبال، وبعدين يجيك البحر والغابة فهمت والشجر، يعني إيش طبيعة ملمة على بعضها فهمت كيف؟ يعني حاجة مش حاجة تلقاها مثلا بحر شط بس، لا تلقاها يعني تكوينها مميز. أنا في جبال في فهمت كيف؟ في بحر في غابة في غابة في حجاب في يعني فهمت كيف؟ طبيعة فالناس يحبوها جوا يعني فهمت كيف؟ ومن الغرب حتى شفنا وجدين جوا حتى من الغرب يعني جوا من بنغازي طبعا من الغرب، وني عادة وحتى في المصيفات معبيات تو تشوف في معبيات تو تمشي مع المصيفات اللي برا لأن في راس الهلال معبيات فل فهمت كيف؟ يحزوا فين ويقعدوا فين بثلاث ايام بالاربعه
بالضبط. نعم يا استاذ فهمت. ان شاء الله وان شاء الله يربيك سنة طيب. كل عام وانتم بخير وقريبين والله الحمد لله. عيد يعني ما شاء الله بصراحه والله احنا الليبيين عيدت عيد سمحه ما شاء الله يعني غيرنا جونا. نعم غيرنا جونا والحمد لله بصراحه. مع العويله اليوم ما شاء الله. اليوم مع العويله والله داري جوك ياي صايمين شوال طبعا. الله يبارك. الله يبارك. طلعها من تدور فيه ولا غير. الله يبارك. ان شاء الله ربي يسلمك. قص الله يسلمك. نعم. كل عام وانتم بخير كل سنه طيبين وعلى الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله يكون عيد مبارك. وان شاء الله يهدي رب النفوس والامور. امين يا رب. نعم وامتنا هذه على الخير ان شاء الله. أمين. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا. أمسية طيبة وإلى اللقاء.